السلام عليكم، مكملين معاكم فيديوهات تيك تاك. بعد ما عرفنا في الفيديوهات اللي فاتت نوعين من الديستيليشن وهما الاتموسفيريك والفاكيوم، في الفيديو ده هنعرف النوع الثالث والاخير وهو الهاي بريشر ديستيليشن. هنعرف مع بعض تعريف الهاي بريشر ديستيليشن واستخدامه والخصائص اللي بتميز العمليه، واخيرا الفلوت شارت بتاع العمليه. قبل كده في الفاكيوم كنا بنقلل الضغط علشان نقدر نكتر المركبات التقيلة. هنا بقى في الهاي بريشر ديستيليشن هنستخدم الضغط العالي، وده علشان نفصل المركبات الخفيفة زي الغازات المتقاربة جدا في البويلنج رينج زي البروبان والبيوتان، وبكده هيكون لي اسم كمان هو اللايت اند ديستيليشن. نتيجة لوجود الضغط هنلاقي انه له تأثير على بعض الخواص، زي مثلا الوزن الجزيئي بيكون منخفض وخاصية الليكويد دينستي بتقل ببطء عند زيادة الضغط، اما الفيبر دينستي والليكويد ديفيوسيفيتي بيرتفعوا بسرعه عند زياده الضغط، وعكسهم الليكويد فيسكوزيتي والفيبر ديفيوسيفيتي بيقلوا بسرعه عند زياده الضغط. نيجي بقى للفيبر فيسكوزيتي، بتكون مرتفعه والريلاتيف فولاتيليتي بتقل مع ارتفاع الضغط. ودلوقتي هنتكلم عن الفلوت شارت وهنتعرف على عمليه فصل الغازات من النفط. دي عمليه فصل الغازات الخفيفه عن بعضها، بتدخل النفط اللي فيها خليط الغازات على البرج فبيفصل السي 4 والاخف، وبعد كده بيدخلوا برج جديد بيفصل منهم السي 4 كبيوتان والباقي سي 3 والاخف، وبعدها برج جديد بيفصل السي 3 كبروبان وبيتبقى الايثان والاخف. اما المركبات فوق السي 4 بتدخل برج جديد بيفصل فيها السي 5 والسي 6 كلايت برافي، والمهمه جدا لانها بتستخدم ككازولين بلند، وبيتبقى الهيفي نفطه بتروح للريفورمر. وبكده نكون عرفنا اهم ما يميز الهاي بريشر ديستيليشن. استنونا في فيديوز جديده.